بطبيعة الحال في بادئ الأمر أتقدم بالشكر الجزيل إلى معهد الدراسات الإقليمية والدولية التابع للجامعة الأمريكية لهذه الدعوة الكريمة، وأعتبر أن هذه فرصة مهمة في التعبير عن الأفكار ومستجدات العراق في الشأن الوطني ورؤيتنا للحلول اللازمة في المرحلة القادمة. ومداخلتنا في هذا الإطار تدخل ضمن عنوان دولة ما بعد الانتصار، وما يفوتني بطبيعة الحال أن أهنئ الشعب الكردي بانتفاضة كردستان اللي بدت في 5/3 ذكراها، وكذلك يوم المرأة العالمي، فألف تحية للمرأة العراقية وللمرأة في كردستان. إن بحث قضية دولة ما بعد الانتصار كما أتصور يوازي في أهميته مجريات النصر في الوقت الحالي، ذلك أنه لا فائدة من النتائج إذا لم نستطع أن نحصدها بشكل صحيح. نعتقد أن خط الشروع في حل المشكلة العراقية في المرحلة القادمة لابد أن تعتمد على قدرتنا في أن نكون شجعان في البحث في طرح أفكار جديدة قابلة لاستيعاب حجم الأزمة وعبور الحلول النمطية الشكلية إلى حلول جوهرية وشفافة. ولذلك نقول أن النجاحات التي حققتها القوات العراقية في المعركة جاءت بفضل التكاتف الحقيقي ووحدة القيادة الميدانية والدعم الدولي، إضافة إلى تطور آخر مهم جدا هو دور العامل المحلي في المناطق التي احتلها الإرهاب، بعد أن تنامى الدور الفاعل لجمهور تلك المناطق ومنحت فرصة أكبر في عملية التحرير. ولاحظنا كيف أن الأمر في نينوى، وكجزء من عوامل النجاح أن هناك مشاركة فاعلة للمحليين، رغم أننا قلقون جدا من كثرة الواجهات والعناوين للمجاميع المحلية المسلحة، ولا بد من التفكير بضبط أدائها. الإدارة الأمريكية الجديدة تلقي بظلالها على المشهد في الشرق الأوسط وتثير الكثير من التخمينات والاحتمالات حيال نظرتها وخطتها تجاه المنطقة، وشخصياً أجد أن من الضروري التحرك الإيجابي وليس الانتظار السلبي للتفاهم معها. ولكن من المهم أن نعلم أن أمريكا تفكر كثيراً بمصالحها، ومن المهم أن نفكر نحن أيضاً بمصالحنا، ومن الجيد أن تتلاقى المصلحتان في وقت ومكان واحد. نعم، العامل الإقليمي والدولي لاعب أساسي في القضية العراقية، ومن المهم أن نقرأ الساحة ونتعامل معها، ويجب أن نعترف بأن القضية العراقية لم تعد شأناً عراقياً بحتاً بسبب التداخلات والمحاور الإقليمية والدولية وتقاطع مصالح المنطقة ومخاوف وقلق البعض وخطط وأطماع آخرين. ولذا فإن علينا أن نعمل على التواصل مع الجميع لحل مشكلتنا بما يحقق مصالحنا وسيادتنا، ومفهوم الأمن الداخلي بدأ يأخذ طابعاً جديداً مفاده كيف تتواصل مع المحيط لتحفظ ذاتك. ولذلك داعش بالفترة الماضية فرضت علينا إعادة تعريف الكثير من المصطلحات السياسية والإدارية القديمة، ومن بينها تعريف السيادة، حين اتبعت منهجية كسر الأسوار وحصلت على أراضي متداخلة بين دول، وفرضت على هذه الدول الخروج من خرائطها لحماية ذاتها. لذلك نلحظ أن هناك فكرة تبادل أمني في دخول البعض ضمن حيز البعض الآخر. نعتقد أنه آن الأوان لتحريك جميع الملفات الخاصة بالفساد بعيداً عن التأثير السياسي، وتشكيل محكمة خاصة لهذا الأمر، والكشف عن مصير أموال العراق الضائعة خلال 14 سنة ماضية، ويتحمل القضاء والمؤسسات الرقابية وفي مقدمتها البرلمان كامل المسؤولية في ذلك. يجب أن تتكفل الجهات التنفيذية بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، وإعادة الخدمات الأولية الممكنة بمدة كافية من تأريخ
أول انتخابات لضمان مشاركة حقيقية في الانتخابات وضمن ظروف مستقرة نسبياً ودون تأثيرات نفسية على إرادة الناخب بطريقة تمنعه من المشاركة بدافع النقمة على الأوضاع الحالية. ولذلك من الضروري التمهيد لمشروع المصالحة والتسوية بإجراءات تنفيذية إصلاحية في الجوانب الإدارية والاقتصادية والخدمية تطرحها الحكومة وتشرع في تنفيذها بعيداً عن التأثير السياسي. ونقترح العودة إلى ورقة الاتفاق السياسي أولاً وتنفيذها، علماً أنها كانت جزءاً من البرنامج الذي منحت الحكومة الثقة على أساسه. نعتقد كذلك أن من أهم الإجراءات اللازمة لتصويب وضع القوات العسكرية والأمنية البحث عن أولئك الذين ليس لهم ارتباط بالقوات الأمنية والعسكرية من المجاميع المسلحة السابقة أو حتى الحالية، والعمل على إنهاء كل مظاهر السلاح والتنظيمات القائمة على أساس التسلح وضمان حقوق المدنيين الذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب من خلال توظيفهم مدنياً، وضمان حقوق الجرحى وذوي الشهداء بما يكفل لهم حياة كريمة تتوازى وحجم التضحيات التي قدموها، وكذلك ضرورة انعقاد مؤتمر خاص بالإعمار والمصالحة الوطنية مرة أخرى لاعتقادنا بترابط الاستقرار السياسي بالاستقرار المجتمعي، وضرورة أن يكون برعاية وضمانات دولية وحضور إقليمي، وتتكفل الجهات الدولية لجميع الأطراف بمراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر، ويكون موعده قبل موعد الانتخابات التشريعية لضمان أجواء انتخابية إيجابية ومشاركة من جميع شرائح المجتمع. ستنتهي الحرب ضد داعش قريباً إن شاء الله، ولكن ستبدأ مرحلة صراع سياسي مغلف بالتلويح بالأسلحة في أغمادها، وخصوصاً من الجهات التي امتلكت مؤخراً جماعات مسلحة أو تسليح خطير وتدريب احترافي وأموال كبيرة. وأعتقد من المهم أن نستعد لنتائج هذه المرحلة، فإذا ما بقينا مكتوفي الأيدي حيال ظاهرة تلك المجاميع المسلحة فإننا لا نكون قد جانبنا الصواب. ولذلك تطرح تساؤلات عديدة عن الرؤية المثالية لهوية الدولة في ظل وجود ونفوذ أحزاب أيديولوجية. وهنا أقول أن الأحزاب المرخصة وفق القانون من حقها أن تمارس عملها الحزبي، ولكن لا تفرض أجنداتها وأفكارها وسياقاتها الفكرية على الآخرين. فهناك فرق بين ما تعتقد به لنفسك وبين ما تريد فرضه على الآخر، وقد لا تكون صيغة الفرض بالترهيب، فمثلاً يمكن أن تكون بالترغيب كذلك مع انتشار حالة الحرمان والفقر. العراق ومنذ فجر الانتصارات بلد مدني تعاطى مع الأديان وحملها كرسالات، ولكن شعبه لم يغير نمط حياته ولا ثوبه. وأعتقد أن على الأحزاب جميعاً أن تعي ذلك وأن تعيد تشكيل خططها على هذا الأساس، فالدولة المدنية هي الوحيدة القادرة على جمع العراقيين ومنحهم الفرصة لأن يأخذوا مكانهم بين شعوب العالم. من الضروري جداً إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن وصول ممثلين حقيقيين إلى البرلمان ومجالس المحافظات قادرين على التعبير عن روح الشعب، وأن يكون هذا القانون قادراً على منع سطوة النفوذ الحزبي على نتائج الانتخابات من خلال المال السياسي والذي يسعى لالتهام الحصة الكبرى من مؤسسات الدولة. ومن المهم زيادة حجم الرقابة الدولية على الانتخابات وإعادة النظر في موعد انتخابات مجالس المحافظات. أخيراً، من غير الممكن تبرير التدخلات التي تحصل في المنطقة بين دول من الناحية القانونية. قد يكون من الناحية الميدانية أن هناك فرض لأمر واقع، وواقع الحال أن هناك ظروفاً جديدة
يجب علينا التعاطي معها والتعامل وفق مصالحنا وما يحقق أمننا واستقرارنا. الحل النهائي كما نعتقد هو الاحتكام إلى دولة المؤسسات المدنية التي يخضع فيها الجميع للقانون، ويعتبر مرجعها الأعلى هو الدستور والقائمة على أساس احترام الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.